السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع تصحيح امتحان الوطني الموحد للدورة العادية لسنة 2008. إذا نمر إلى التمرين الثالث. تؤدي ظاهرة التنفس على مستوى الخلية الحية إلى استهلاك تام لجزيئات الكلوز والإنتاج الطبي. تتم هذه العملية عبر سلسلة تفاعلات أكسدة الاختزال داخل الجبهة الشفافة وداخل الميتوكوندريا. لفهم كيفية إنتاج الطبي عن طريق هذه التفاعلات، نقترح المعطيات الآتية: وضعت ميتوكوندريات حية في وسط ملائم مشبع بثنائي الأكسجين دي بي اس تساوي 7.5. بواسطة تقنية خاصة تم تتبع تطور تركيز كل من أ تي بي و أو دو في هذا الوسط، وذلك في الحالات المبينة في الوثيقة 1، وتبين هذه الوثيقة نتائج المحصلة لها. إذا كان هذا يبين تغير تركيز الأكسجين، وهذا يبين تغير تركيز الأ تي بي. إذا في أزمنة مختلفة: إضافة جلوكوز ضد إضافة حمض بيروفيك للوسط، إضافة ADP زائد PE للوسط، ثم إضافة السيانور للوسط الذي هو ما ذاك بحال النشاط الأنزيمي. تلخص الوثيقة 2 مراحل أساسية لهدم الجلوكوز خلال التنفس. أولا، السؤال الأول: انطلاقا من الوثيقة 2، حدد داخل الخلية موقع تفاعلات هدم الجلوكوز وإنتاج ATP التي تتطلب O2 وموقع التفاعلات التي تتطلب لا تتطلب عفوا O2. إذا خصنا نحدد الأماكن للتفاعلات فيها كتحتاج الأكسجين والأماكن اللي التفاعلات فيها لا تحتاج للأكسجين. إذا الأماكن كاين عندنا الجبهة الشفافة. إذا لاحظنا الجبهة الشفافة كاين تفاعل الجلوكوز كيعطينا جزيئات ديال حمض بيروفيك. إذا هنا عدم تدخل الأكسجين. إذا هذا المكان فهو مكان للتفاعلات التي لا تحتاج للأكسجين. نمر الى الميتوكوندري. هذه هي الميتوكوندري. اذا كاين المكان الاول للتفاعلات اللي هو كتدخل حلقه كريبس التي توجد على مستوى الماتريس. اذا لاحظنا مزيان كنلقاو بان الاكسجين لا يستعمل من طرف هذه التفاعلات. اذا كذلك الماتريس لا تتطلب تفاعلاتها لا تتطلب الاكسجين. اذا مرينا الى الغشاء الداخلي للميتوكوندري كنلاحظوا بان O2 هنا يتفاعل ويعطي الماء. اذا هنا هذا المكان هذا ولا التفاعلات الموجودة على مستوى الغشاء الداخلي الميتوكوندري فهي تتطلب استهلاك الأكسجين. نمر إلى السؤال الثاني: مستعين بالوثيقة 2، أي هذه الوثيقة؟ أي هذا الرسم التخطيطي؟ فسر النتائج المحصلة عليها في الوثيقة 1، يعني هذه النتائج المحصلة عليها في هذا المبيان في حالة إنتاج ATP عن طريق ظاهرة التنفس. إذا نعود نبين العملية أو التجربة التي تمت في هذا التي تمت هنا. إذا كان عندنا وسط ملائم تم أضيف إليه الأكسجين، بعد ذلك هذا الوسط أضيف إليه ميتوكوندريات حية يعني قادرة على العمل، ثم بعد ذلك في أزمنة مختلفة تمت إضافة الجلوكوز أو حمض بيروفيك إلى غير ذلك. إذا وهذا الوسط تم ربطه ب مجسات تقيس كل من الأكسجين والATP المنتج. إذا كل مرة عند إضافة هذه المواد تتم معايرة الأكسجين المستهلك والATP المنتج. إذا خلال الـTN عند إضافة الجلوكوز، عند إضافة الجلوكوز هنا، إذا نلاحظ أن الأكسجين لم يتغير وكذلك إنتاج الATP لم يتغير، وهذا يفسر بأن الميتوكوندري لا تستعمل الجلوكوز مباشرة في تفاعلاتها، بل تستعمل حمض البيروفيك. لاحظ هنايا حمض البيروفيك هو الذي يستعمل من طرف الميتوكوندري وليس الجلوكوز. بالنسبة للزمن، في الزمن T2، في زمن T2 إضافة حمض البيروفيك للوسط. إذا عند إضافة حمض البيروفيك للوسط نلاحظ انخفاض طفيف في الأكسجين وارتفاع كذلك طفيف في الATP، ويفسر بهذا بأن الميتوكوندري كانت تختزن كمية من الATP زائد البي استعملت في إنتاج الATP، ويفسر. لاحظوا هنا يا لاحظوا الATP زائد بي كتعطينا الATP. إذا الميتوكوندري كانت تختزن هذه كمية من هذه الجزيئات، إذا استعملت في إنتاج الATP ثم لم تبقى هذه الكمية، اختفت وبالتالي لم تنتج كمية كبيرة جدا. في زمن T3 إضافة ADP زائد PE للوسط. إذا هنا أصبحت التفاعلات الموجودة على مستوى الميتوكوندري
جميع الجزيئات متوفرة، كنحب بيروفيك والATP زائد PE. إذا هنا سيتم إنتاج كمية كبيرة من الATP، وكذلك في نفس الوقت استهلاك كمية كبيرة من الأكسجين. ثم عند إضافة مادة كابحة للنشاط الأنزيمي اللي هي السيانور، نلاحظ توقف انخفاض في تركيز الأكسجين، وكذلك توقف إنتاج الATP. وهذا يفسر بأن هذه المادة كبحت الأنزيمات التي تساهم في تفاعلات هدم الجلوكوز، تفاعلات هدم الجلوكوز الموجودة على مستوى الميتوكوندري، وبالتالي توقف إنتاج الATP وتوقف استهلاك الأكسجين. إذا كانت هذه اقتراحات الإجابة على التمرين الثالث بالنسبة للامتحان الوطني 2008 للدورة العادية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.